يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، روى الإمام أحمد في مسنده أن عمر ابن الخطاب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وروي كذلك في المسند أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. فكيف نجمع بين الروايتين من حيث المعنى؟ نجمع بين الروايتين أن الرسول أراد أن يبين الجواز، أن يبين أن هذا جائز والأولى تركه. نعم.